حضرة النائب بولا يعقوبيان. بولا، رح تروحي على المناظرة ولا لا؟ لأنه أنت خصوصي عليك كتير هيك يعني بالسياسة، وفي اشتباك أنت وياهم على مستوى الانتخابات يعني بمطارح حساسة. سيدة بولا، بدناك تشيلي الميوت، في ميوت. ميوت. مرحبا جميعا. أوكي، مش الحال. تمام. صراحة أنا كنت يلي إلى الذهاب للمناظرة، وبعدني لليوم فضل إنه نروح على هذه المناظرة ولو كانت عندهم، ولو كانت بنعرف كثير منيح إنه ما في ظروف المناظرة ومعايير المناظرة المضبوطة، اللي أصلا ما بتكون بمقر تابع لحزب، ما بتكون بمقر محايد، بمطرح محايد، بنكون متفقين مين عم بدير المناظرة، كيف عم بيتقطم الوقت. رغم كل ذلك هول الجماعة اليوم في انتخابات بدهم يعملوا ستانت إعلامي، بدهم يطلعوا يقولوا إنه جبنا كل هؤلاء طلبنا منهم يجوا على مناظرة وما أجوا، أو إذا جينا بيكون ما في إمكانية لا للحديث ولا لطرح كما يجب، لأنه ظروف المناظرة مثل ما لازم تكون منا متوافرة بأي شكل من الأشكال. فلما حكيت أنا ورياض، رياض قبيسي ورياض طو، حكيت كمان حكينا دكتور جان علية، دكتور جان علية مع الروحة إلى المناظرة، وأنا كنت كثير مأيد لقراره أنه نطلع، بس رأيكم وكلامكم أثر كثير في صراحة اليوم. ما بعرف إذا رح أطلع أو ما رح أطلع، كمان بتمنى أنه نحن أكثر نقرر شو بدنا نعمل، لأن عم بيعملوا ستنت إعلامي، ولأنه الناس أحياناً كثير عم بيقدروا يضللوا الناس هني وغيرهم من احزاب التركيبه بكلام وبشعارات كبيره، بس لما يقدروا اليوم قبل بشهر ونص من الانتخابات يقولوا لهم تعرفوا شو بملف الكهرباء دعينا كل هؤلاء وما اجوا وما لبوا، انا مني مع عدم التلبيه رغم انه كل الشروط منا متوافره، ورغم انه انتم دعيتوهم كذا مره على مناظره ورفضوا انهم يجوا على مناظره من دائره من تلفزيون حياده رح يفتح لهم كل المجال والهوى ليقدروا يشرحوا ويفسروا ويحكوا. انا اليوم في دعوه قضائيه علي بموضوع كمان ملف الكهرباء، انا كنت قدمت اخبار بحق النايب والوزير السابق جبران باسيل، والاخبار بعد تويت هو بيكتبه وبيقول فيه صح صفقات صح وسمسرات صح صح وهيدا وقتها وقتها هيدا وقتها يا بولا، وقت ما وجهناها للي عم يدعونا لمناظرتها يعني للسيده ندى البستاني التي اكون لها كل الاحترام يعني على المستوى الشخصي هيك دمثت الاخلاق يعني ولبقه، بس لما يعني وجهناها اجت قالت لنا اي بواخر، قلت لها شو اي بواخر يعني شو بتكون بواخر النترات يعني هن بواخر الكهرباء شو عم يحكي لك انه هو يعني فانه بقول لك بصراحه في دعويين اليوم، في اخبار مقدم انا قدمته، وفي دعوة رفع علي جبران باسيل كمان كل فترة بيطلع محامي بيخبر اشياء بالدعوة ما لها علاقة بالواقع وبالحقيقة، فمشان هيك كنت بتمنى على القليلة حدا منهم يجاوبنا على هيدي الأسئلة اللي هي أسئلة ما لقيت جواب ولا نهار. طب لما يحكي وزير الطاقة بالوكالة أو بالأصالة عن صفقات وسمسرات بالطاقة وبالبواخر، مين بيكون عم بيقصد؟ ما بيعرف، مش عارف، كاتب تويت ومش عارف مين بيقصد. يعني في مسائل فعلا يعني تدين اي شخص دار هيدا الدفع على 15 سنه، مسائل بسيطه جدا من دون تعقيدات، ويمكن قد استاذ غسان بيضون واستاذ جان العليه وانتم كمان تبعتوا هالملف كثير، بس ببساطه مين بيقعد بوزاره 15 سنه الكهرباء هل بحاله كل اللبنانيين بيعرفوها، ملف الفيول الخشوش، ملف البواخر، كل المتفرع هيدا الملف بتقلك انه هيدا مش ملف فساد بعقل او منطقي، هيدا ملف الفساد الاول بالبلد، واليوم ازمتك الاقتصاديه ومصيبتك الواقع فيه، كيف بتقوم ببلد ما عنده كهرباء؟ مش بس بدك كهرباء، بدك كهرباء رخيصه لتقدر ترجع توقف على اجريك. فشو عم بيعملوا هالجماعه؟ بعدهم عم بخاطبوا رياض جماعتهم، جمهورهم اللي ما تبقى من هذا الجمهور، لا يقولوا لهم انه كل الحكي علينا هو كذب وتضليل، وبعدهم عم ينبشوا على يا بول عم لك بيكذبوا لدرجه انه بيقولوا لهم استرجي رياض قبيسي يحكي عن رياض سلامه، يعني تخيل. طب واحد بيكذب كذبه بتتصدق، يعني واحد بيكذب كذبه بتتصدق، يعني هو رياض سلامه نفسه ما بيصدق على هالكذبه. طبعا لا ما بعرف، انا كل يوم بيسالوني بتعرف بحطوا لي على تويتر اسمي بمنشنز بقصص ما حدا قد حكي فيها ومقدمه فيها مساءلات ورافع الصوت،
يعني شيء بجنن، شيء بجنن. بالتدقيق الجنائي انا مقدمه سؤال نيابي مثلا، وبلشنا نحكي بالتدقيق الجنائي قبل ما حتى يفتحوا الموضوع، بيطلع لك هيك حدا ما بعرف من وين قال، بحط لك تويت انه ماذا فعلت بهذا البلد. في نايب قالني لي انا شو عملت للكهرباء، قلت له ضويت شمعة. شو بدي اقول له على الهوى؟ سالني انا شو عملت لملف الكهرباء، انه انت عم تنتقدي التيار، خبريني انت شو عملت بملف الكهرباء، مع انه مقدمه للجنة تحقيق برلمانية، مقدمة دعوة قضائية مثل ما هلأ قلت، وشغلة النايب الظن والشك والحكي والمساءلة بمجلس النواب. 100% على كل، أنا سيدة بولا بدي أتشكرك.